Hi guys and welcome back to another video. اليوم مثل ما قريتوا بالعنوان رح يكون في أسئلة وأجوبة. أنا من فترة أتركوا أن تسألوني على الانستغرام اللي إلي إنه اسألوني السؤال اللي أنتوا بتحبوه ورح أعمل فيه فيديو ورح أختار أسئلة وأقولها بالفيديو هلا. وكمان مثل ما بتشوفوا رح أعلن اسم المتتابعة بالgiveaway. بصراحة كتير رايح أنا هالشي، يا ريت لو كان في ربحكم كلياتكم بس كتير صعب. أنا هلا الورقة اللي معي واللي هي كانت من الانستغرام اللي هي البنت اللي اسمها شهد راشد. أوكي شهد راشد، أنا كنت هيك عم قلت رح يعني أنزل بسرعة كتير وحط اللي على وحدة. حطيت دخلت عليها ولا شفت إنه هي سلف فترة عم تنشر صوري على إيميلها، ويعني كتير حبيت الإيميل اللي إلها وقلت إنه خلاص هو حظها هي تربح، وكتبت اسمها رح أحطه هي هيك ورح أحطها هون. واسم المتتابعة اللي من اليوتيوب هي أميليا بوند، بظن هيك شيء هيك بيجي اسمها أميليا بوند. هلا رح أعمل قرعة بيناتهم، وعن جد كتير بعتذر من اللي ما ربح. يلا ما بدي. أوكي رح أختار وحدة، رح خلطه 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 خلطه. هلا أنا خلطتهم ورح أرجع خلطهم ورح نقي ورقة. أوكي واحد اثنين ثلاثة. أميليا بوند ألف مبروك، ربحتي بالمسابقة وكتير بعتذر منك يا 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 شهد راشد. إن شاء الله تربحي بالمرة الجاية. أميليا بوند بتمنى منك تحكينا على الفيسبوك اللي هي صفحتي نارينس بيوتي، حكيني هنيك لأنه أنا هنيك برد على كل الرسائل، فحكيني هنيك مشان أقدر أبعت لك الأغراض وأعرف أنت وين عايشة. فألف مبروك عن جد، كتير انبسطت لك. قبل ما بلش الفيديو بدي أقول إنه بعد أسبوعين رح يكون كمان في مسابقة، يا أسبوع يا أسبوعين anyway. وبدي منكم تكتبوا لي بالكومنتات شو حابين يكون بالمسابقة، يعني شو بدكم يكون بالمسابقة وشو هو الطلب اللي انتم ما عندكم اياه، فعملوا لي هالشي وانا اكيد رح شوف واقرا التعليقات ونقي شي اقتراح من بنت. وقبل ما بلش الفيديو بدي اقول لكم انه اعملوا لي فولو على انستغرام وسناب شات، وكمان اعملوا لي لايك على صفحتي على الفيسبوك. بدي اقول لكم انه انا صفحتي الفيسبوك هنيك برد على كل الرسائل اكثر من انستغرام وسناب شات، فهنيك يعني اي بنت حابه تحكي معي تاخذ نصيحتي حابه تفتح مشروع قناه فانا اكيد رح ساعدك. وهنيك يعني بتمنى يصير التفاعل هنيك مثل ما صار التفاعل بالانستغرام. واذا حابين تشوفوا شو هي الاسئله والاجوبه سو جست كيپ واتشينج. انا من فتره نشرت صوره ما بعرف وين، يلا عليك نشرت هالصوره قلت لكم اسالوني سؤال واجاني عليها 868 كومنت واللي هو 868 سؤال. اسفة كتير ما بعرف كيف رح اجاوب عليهم كلياتهم، بس انه اوكي رح احاول بلش من الاول. في وحدة عم تقلي اللي هي اسمها تولين دهلاو، هيك شيء تولين دهلاو 1، عم تقلي اذا كانت شهرتك قصة شو رح تكون اسمها؟ شو رح يكون اسمها؟ يا الله كثير سؤال صعب. اوكي رح يكون اسمها رح يكون اسمها رح يكون اسمها ما بعرف، عن جد ما بعرف، خليني افكر ولا مرة فكرت فيها. رح يكون اسمها ماما. اذا كانت شهرتي قصة شو رح سميها؟ اذا كان رح سميه احلام بلا حدود، رح سميه هيك لانه انا بحلم شغلات ما لها حدود، واللي هي اليوتيوب اللي هي التفاعل اللي عم شوفه منكم على انستغرام على اليوتيوب. ف ايه بسميها هيك. في وحدة عم تقلي المال ولا الحظ اسمي الشهد العتيبي، انا رح اختار الحظ لانه بيقولوا عطيني حظ وبالبحر ارميني، يعني اكيد الحظ لانه الحظ بيجيب لي كل شيء. في وحدة عم تقلي شو اكتر محافظة بتحبيها بسوريا وقديه صار لك عايشة بالسويد؟ انا حنان بحبك كثير. هاي حنان، انا بحب حلب لانه ما رحت على غير محل. انتي بتحبي تسافري وكم دولة سافرتي؟ انا بموت بشيء اسمه سفر، كتير بحب سافر واطلع، وصار سافرت على تركيا وايطاليا والدنمارك وهوم سويد. بس في واحدة سألتني سؤال هل قد قده،
اوكي كتير طول. كم عمرك؟ شو طموحك واهدافك؟ كم طولك؟ شو بكم بدك يصير عندك مشترك؟ بحبك كتير، فيديوهاتك كلها نصائح مفيدة. اسمي سارة. هاي سارة، سؤالك كتير كان طويل. عمري 15 سنة، طموحي انه صير مشهورة ومعروفة وهيك. اهدافك؟ اهدافي انه خلص دراستي طبعا، ادخل بالشي اللي انا بدي اياه. ويس. وزني 47 كيلو. كم بدك يصير عندك مشترك؟ ما في عندي عدد يعني معين، بس اكيد بحب يكون عندي الكمية يعني العدد الكبير اللي ما يكون انه بس انه هيك انه بس اسم عدد. انا بدي يكون انه التفاعل كمان قد العدد. وهذا عم تقلي انت بتحبي الافلام الهندية ولا الافلام الاجنبية؟ اذكري اسمي سدير. ما بطيق شيء اسمه فيلم هندي، يعني بيعمل لك شيء هذا البطل، يا لطيف على البطل، عن جد بطل، يعني بيعمل لك الحركة، يعني بوقف شاحنة بايده ولا ما بعرف شو، ويا ما بدي احكي، ما بدي اعصب، بس بحب الافلام الاجنبية كتير 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 كتير. اوه حبيت سؤال، لو غيرتي تليفونك شو رح تختاري تجيبي؟ اسمي روجين. لو غيرت موبايلي، هو كتير قديم يعني عم يخرب، فرح اجيب رح اجيب الايفون لانه كاميرته كتير منيحة، ورح اجيب السوني اكسبيريا زد 3. في هدى عم تقلي وين كنتي ساكنة بتركيا؟ اسمي ميمونة. انا كنت ساكنة بازمير. في وحدة عم تقلي هي اسمها نجاح لهيب، اي شامبو بتستعملي؟ انا بستخدم الشامبو اللي هو بس بيزبط على شعري، حاولت استخدم غيره بس ما مشي الحال، اللي هو السانسيلك. في حدا عم يقلي كم لغة بتعرفي تحكي وهل انت عايشة من زمان بالسويد؟ في لك انه انا بحكي 6 لغات، اللي هي الكردي، العربي، السويدي والانجليزي، بس انه مو مثل العربي بحكي الانجليزي طبعا، والتركي بحكي منيح بس مالي بيرفكت فيها، والاسباني عم ادرسها بالمدرسة، هي اللغة الاضافية، فانه ايه انه في اساس. وهنا عم تدلي شو اكتر شي بتحبي تعمليه بيومك؟ واللي اسمه ميس معتز خالد الشيد، اعطتني اسمه الرباعي. اوكي، اكتر شي بحب اعمله هو نام، كون مرتاحة وشبعانة نوم وكل شي. بحب اكل، بحب صور فيديو كل يوم بس صعب ما بقدر. بحب ما اروح على المدرسة، بس نفس الوقت بحب روح لانه بتعرفوا. في وحدة عم تقلي وين ساكنة بالسويد؟ اسمي سلسبيل وساكنة بالدنمارك ووجب العطلة على السويد. انا عايشة بمنطقة قريبة عن يوتوبوري او قريبة عن تورهيتا هيك. في مشاكل عم تصاد فيها وانت عم تصوري فيديو، هي اسمها لانا غزولي. مشاكل بواجهها وانا عم صور فيديو، بخاف احكي كتير لانه ما بحب الفيديو يكون كتير طويل، بس مع هيك بطلع طويل، بحب يكون قصير. اعز صديقة لك، واتمنى تقولي اسمي منى اسامة. هاي انا قلت على اسمك، يمكن جاوبت على سؤالك قبل شوي، بس اعز صديقة لي هي اسمها رها. كنا مع بعض بسوريا، كنا من الصف الاول مع بعض، افترقنا وقت الحرب. انا هلا صرت بالسويد وهي صارت بالمانيا. اكيد متأكدة لي عم تتفرج على الفيديو وعم تضحك، بعرف. شو هي الماركة المفضلة عندك؟ فاطمة بموت فيكي وانا بموت فيكي. الماركة المفضلة عندي انه في كل شركة بتتميز بشي وانا بستخدم من كل شركة. وش اكتر بلد تتمني تزوريها؟ اكتر بلد بتمنى ازورها هي اسبانيا، لانه خالتي وعمي هونيك، صلي ما شايفتهم من شي 6 سنين، فكتير بحب روح لهونيك، بيقولوا عنها كتير حلوة. انتي ليش عايشة بالسويد؟ بحبك خيرات الله واسمي راما. عايشة بالسويد لانه كان في حرب بسوريا، وهون حسينا الحياة رح تكون كتير احسن. لانه لما دخلتي على اليوتيوب حسيتي بندم ولا لا؟ بتمنى تقولي اسمي نانا. ندم؟ لا، ليش لاندم؟ لا اكيد لا. كيف كان شعورك يوم فتحت اليوتيوب واشتهرتي؟ اسمي سارة الغنام وانا بحبك كتير. كان شعور حلو، حسيت انه انا عم اقدر احقق شيء انا بحلم فيه،
وعم بخليني انه واصل هالشي واتقدم. مين بتشجع من مشتركين The Voice Kids؟ في شاب صغير يقبر قلبي ما احلى. شاب صغير هيك كان اسمه احمد السيسي يمكن. شفته ما لحقت اشوفه على التلفزيون، شفته على اليوتيوب 3 مرات. من كثر ما كان حلو يعني ما ولا مرة تأثرت بولد مثله، فكتير حبيته. في كتير كمان فتحت القناة وشلون اتطورت بسرعة. اسمي روان، فتحت القناة كنا قاعدة انا وشيرين عم نحكي عن هذا، وقالت لي تعي سوي انتي كمان قناة، ليش ما عم تعملي؟ او ما لها تفكر فيه انه اي ليش ما بعمل انا كمان قناة. فعملت وتطورت بسرعة، ما بعرف، مع انه انا جودة التصوير يعني مو هالشي اللي كتير منيح مثل الكاميرا، بس بظن الشي اللي طوره اللي هي يعني مصداقيتي وانا عم احكي، مو هي البس ماسك واصور الفيديو، لا. وكمان اللي هي عم اعرف اختار العناوين الفيديو المناسبة، يعني عم اعرف اختار فيديو مناسب صوره، ما عم اختار الشغلات الفاضية هيك، فعم اختار شي مناسب يعني وصوره. قد غازلتي ولد واتمنى تقولي لينا اسمي لينا بحبك. بغازل بس الممثلين لانه ما بشوف حدا بجمالهم، اي بس يعني بقعد هيك بعمل شو ها، فاي يعني اي. انت بتحب الانستغرام ولا سناب شات اكثر؟ بتمنى تقولي اسمي عايشة بحبك كثير. انا بحبك عايشة، بحب الانستغرام لانه بس بحب السناب شات ما بعرف، بحب الانستغرام لانه بحس التفاعل هنيك هداك انه ممكن يعمل شيء، وبس سناب شات بحسه اسهل اذا واحد بده يرد على حدا معجب او شيء. وكمان بحب الفيسبوك لانه هنيك بحس اسهل شيء وقت برد على العالم اللي ببعته لي، لانه برد على كلياتهم بكل سهوله. شو ردك على التعليقات السلبيه؟ بتمنى تقولي اسمي خديجه بحبك كثير. حلو السؤال، حلو الحكي. رد على التعليقات السلبيه واللي على صاحبينا انه يا حبيبتي يا حبيبي دخلتي شي ما عجبك تحملي حالك تطلعي. يعني مثلا انت داخلي على محل تشتري لبس، فتلتي شفت شي ما عجبني بطلع عنه بروح بشوف محل تاني. ليش لحتى يعني بروح لعم صاحب المحل بهدله انت هيك وانت حقير وليش ما جايب لبس حلو؟ انه ما بعرف يعني ما بعرف شو هالتفكير. شو اسم الماسكارا اللي بتستعمليها بليز؟ قولي اسمي اي بحبك كتير. في وحدة بستخدمها من ريميل لندن وفي وحدة بستخدمها من لوريال، عملتها قلت اسمها بالفيديو المشتريات بنصحكم فيها، رح اترككم كمان رابط الفيديو تحت تروحوا شوفوا. لو قالوا لك قعدي مع سلمان خان 24 ساعة ايش تسوي؟ نتمنى تقولين اسمي منتهى من السعودية. بقول له علمني الرقص. يا سلام على الرقص. بيوم عيد ميلادك شو تتمنيني؟ هديك يا اهلك. اتمنى تقولي اسمي مرال. بتمنى يهدوني مصاري كتير كتير كتير، وبتمنى يهدوني موبايل جديد، وبتمنى يهدوني وبتمنى يهدوني كاميرا. شو بعني لك بصراحة؟ ها اسمي باسكال. اذا ما بتعرفي نارو قولي لي امتى بينزل فيديو مشان اعرف الجواب. او ماي جاش. اوكي او ماي جاش، انا البنت بعرفها مشان هيك انصدمت. يعني بحسك مثل اختي، بحسك بنت بتجنني وبحبك كتير 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 كتير، وبحسك بنت صادقة بتعملي حركات بحسها فيها روح الطفولة. وشو كمان؟ شو كمان؟ ويا ريت لو بس بيقدر يعني هيك يطلع لنا الفرصة ونتقابل مع بعض أكثر، لأنه عن جد كتير هيك بحب أتعرف عليكي أكثر. وبحبك. 3 أمنيات، يا عم تختفي أو عبقرية أو غنية. كتير بحبك، اتمنى تقولي اسمي دعاء. رح أختار الغنى، رح أختار الغنية. تعرفي تتكلمي مصري؟ والله ما بعرف، بس بقول بعرف بحبك قوي. لأنه في كتير أسئلة رح أعمل الفيديو لقسمين، فمشان هيك حابة إنهي هذا الفيديو، وإن شاء الله بعد فترة رح ننزل القسم الثاني. فإذا حبيتوا الفيديو وعرفتوا معلومات اكثر عني، بليز اعملوا لايك للفيديو، خلينا نوصل ل 5000 لايك. وكمان بدي اقول لكم انه انا بحبكم كثير كثير كثير، واذا حابه تحكي معي فاحكيني على الفيسبوك واللي هي صفحتي نارينز بيوتي، اعملوا له لايك وشاركوها مع رفقاتكم مشان يصير التفاعل فيها كثير كبير. رح احط لكم كمان روابط الانستغرام سناب شات الفيسبوك كله تحت بصندوق الوصف ديسكريبشن بوكس، روحوا لهنيك اعملوا فولو وبشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.